اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. هناخد مع حضراتكم جوله كده، هي جوله كوكتيل غريب شويه، الكره الهولنديه مع الكره اليونانيه مع الكره الاسبانيه كلهم مع بعض. يمكن يكون العامل المشترك بينهم هو ضيفنا من خلال فيديو كونفرنس نجم اياكس الهولندي السابق ومنتخب اليونان يانيس انستازيو. طبعا بدايه بشكرك على ظهورك معنا على شاشه النادي الاهلي ووجودك معنا في السادسه. Pleasure is all mine. Hello there. ما بالغ سروري لتواجدي معكم، اهلا وسهلا بكم. اهلا بيك. البدايه تسمح لي هتكون مع المدير الفني السابق بقى لبرشلونه رولاند كومان. ازاي شفت، يمكن هو كان سبب اساسي في انضمامك لنادي اياكس الهولندي، بس خليني اسمع منك تقييمك لفتره كومان في تولي مسؤوليه برشلونه الاسباني. Yes indeed was not the best thing. بالطبع هو لم يكن هذا لم يكن اسعد شيء او افضل شيء حدث لرونالد كومان في تاريخه. بالطبع كانت تجربه صعبه، هو بالفعل عانى مع الفريق بسبب رحيل ميسي. الفريق في الفتره الاخيره لم يستطع الحفاظ على نجومه، خصوصا اللاعبين الذين كانوا يحملون مسؤولية الفريق كميسي. ميسي كان يحمل الفريق حرفيا على عاتقه، فحل المشكلة لم يكن بيد رونالد كومان. وبناء على رحيل ميسي ترتبت على هذه الصفقة، على هذا الرحيل، مشاكل مالية خاصة ببرشلونة، مشاكل لم تكن متوقعة من قبل. الأمر كان صعبا على المدير الفني. تركيبة رونالد كومان أساسا، يعني هل هو شخصية متصادمة مع النجوم؟ شفنا حتى بداية من تولي المسؤولية تصادم مع لويس سواريز نجم هجوم البارسا ورفض أنه يستمر مع الفريق، ويمكن كل جماهير بارسا شافت أن دي واحدة من أهم أخطاء أو الأخطاء الفادحة اللي ارتكبها رونالد كومان. حسنا، هذا كان قبل عام من الآن. النادي كان مساندا لرونالد كومان على سبيل المثال في رحيل لويس سواريز، ولم تكن فقط فكرة رونالد كومان، كان مثلا هذا قرار مناسب للنادي بدليل أن النادي وافق. بالفعل لم يكن الأمر سهلا. لويس سواريز كان من اللاعبين الأساسيين الكبار في الفريق بجانب ميسي، لكن إذا كانت هذه إرادة النادي فرونالد كومان هو مجرد ينفذ إرادة النادي وينفذ ما يريده رئيس النادي. هو فقد المهاجم الأساسي للفريق، ولم يستطع باستبداله بأي لاعب حالي في الفريق يؤدي بنفس أداء لويس سواريز. الأمر صعب أن تحل محل لاعب كلويس سواريز، أن يؤدي كلويس سواريز وأن تؤدي كميسي. الأمر كان صعبا جداً.